رحيمي الرحيمي كيرفع كره جايزه والهدف الاول. اذا 1-0 اللاعب ديال المغرب الفاسي الخوت جايزه كيماركي على النادي ديالو السابق. اذا 1-0 اذا الرجاء كتقدم على المغرب الفاسي ب1-0. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنكملوا السلسله ديالنا مهنه مدرب الدوري المغربي بنادي الرجاء الحلقه 18. بما ان الخوت الانتقالات الشتويه قربوا، خليوا لي الصفقات اللي بغيتهم نجلبوهم من الرجاء. فاللي مازال ما مشاركش في القناه يشترك معنا ويفعل زر الجرس باش يوصل له الجديد. فقبل ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو. اذا الدراري على بركه الله غنبداو غنمشيو ديريكت المفاوضات. اذا هكا المفاوضات بحث متقدم. اذا غنمشيو للدوري المغربي الخوت، غنقلبوا على الدوري المغربي. اذا هذا هو الدوري الانجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، ولكن اللي كيمن الامر ديالو هو الدوري المغربي الخوت. اذا هذا هو الدوري المغربي يوسفيات بن رشيد. اذا نقلبوا على نهضه الزمامرة الخوت. اذا سريع واد زم، مغرب تطواني، المغرب الفاسي، الرجاء، اتحاد طنجه. اذا نقلبوا على اذا هذه نهضه الزمامرة الخوت. اذا نقلبوا على اللاعب المباركي حسب التعاليق ديالكم. اذا هذوما لاعبين ديال نهضه الزمامرة. اذا خصنا المباركي، اذا هذا هو عبد الصمد المباركي. اذا بدا مفاوضات الانتقال. اذا كل الرسوم على ما يرام، رسوم الانتقال، مكافاه الفوز. اذا اوكي، نستناو الرد الخوت من عبد الصمد المباركي واش يجي عندنا الرجاء. اذا دابا نخرجوا ديريكت وغنبقاو في الدوري المغربي، غنديروا بحث هكا. نقلبوا على المغرب الفاسي. اذا هذه هي المغرب الفاسي. غنقلبوا على اللاعب محمد الفقيه حسب التعاليق ديالكم. اذا هذا هو لاعبين ديال المغرب الفاسي. اذا محمد الفقيه، اذا هذا هو محمد الفقيه. بدء مفاوضات الانتقال الخوت. اذا كل الرسوم على ما يرام، رسوم الانتقال، مكافاه الفوز. اوكي، نستناو الرد محمد الفقيه واش يجي عندنا للرجاء. دابا غنخرجوا ديريكت من الدوري المغربي وغنلتجئوا الى الدوري السعودي وغنختاروا الاهلي السعودي الخوت، وغنديروا بحث على لاعبين الاهلي السعودي. غنختاروا اللاعب غوميز حسب التعاليق ديالكم. اذا هذا هو غوميز، بدء مفاوضات الانتقال. اذا كل الرسوم على ما يرام، رسوم الانتقال، مكافاه الفوز. اوكي، اذا نستناو الرد الخوت من غوميز واش يجي عندنا الرجاء. دابا غنخرجوا ديريكت الخوت وغنمشيو نلعبوا الدوري المغربي اللي عندنا مباراه مهمه مع المغرب الفاسي. اذا غنمشيو ديريكت تقديم الوقت الى المباراه التاليه، الرجاء والمغرب الفاسي في الجوله 11 من الدوري المغربي الخوت. المباراه اللي غتكون صعيبه مع المغرب الفاسي، لاعبين خارج الديار الخوت غيلعبوا مع المغرب الفاسي الجوله 11 في الدوري المغربي. اذا كتنطلق الكره عند الرجاء، يلاه سند، سند كيطلق للشيبي، يلاه الشيبي كيطلق باس للرحيمي، يلاه الرحيمي، يلاه الرحيمي كيطلق باس طويل، يلاه ذا جيزا، يلاه الحفيدي، الحفيدي والانفراد، الحفيدي، تألق الحارس ديال المغرب الفاسي. ضاعت هذه الكره، هذه الرجاء، هذا كره للحفيدي، يلا مؤيد اللافي، مؤيد اللافي للرحيمي، الرحيمي، الرحيمي كيرفع كره جايزه والهدف الاول. اذا 1-0 اللاعب ديال المغرب الفاسي الخوت جايزه كيماركي على النادي ديالو السابق. اذا 1-0 اذا الرجاء كتقدم على المغرب الفاسي ب1-0. المسجل هو جايزه الهدف الاول. اذا هذه كره رجاويه لا مذكور، يلا كيطلق باس، يلا الرحيمي، الرحيمي، يلا جيز ضغط، هذا خروج الحارس المغربي الفاسي. اي اي اي، لولا الدفاع الخوت كانت غتجي في الشبكه بخطا من الحارس المغربي الفاسي. هذا كره الرحيمي، الرحيمي اللي جايزه، جايزه كيستقبل بالصدر. اي اي اي، تالق الحارس ديال المغرب الفاسي الخوت. هذه كره للمغرب الفاسي، هذه صعيبه، يلا الدفاع، الدفاع الرجاء، يلا الشيبي قطع كره، يلا مؤيد اللافي، والهدف التعادل. 1-1 الخوص ما بين الرجاء والمغرب الفاسي. الماتش اللي صراحه صعيب مع المغرب الفاسي. هذه الكره للرحيمي كيطلق للحفيدي، الحفيدي، الحفيدي كيحاول يمر بهذ الكره، هذه اللي متولي، متولي، والهدف الثاني. الريمونتادا الخوت على المغرب الفاسي. اذا متولي كيماركي الهدف الثاني على المغرب الفاسي. اصبحت النتيجه 2-1 لنادي الرجاء. اذا مؤيد لافي للحفيدي لمتولي. هذه الكره للمغرب الفاسي، يلا اخر كره الخوت، يلا خصع كره، يلا الشاكير، يلا سند خرج كره. اذا صلى الماتش الخوت، 3 نقاط جديده في الدوري المغربي على المغرب الفاسي بنتيجه 2-1. الماتش اللي كان صعيب مع المغرب الفاسي، اذا ربحنا 3 نقاط وهذا جايزه رجلا. اذا دابا غنخرجوا ديريكت الخوت ونشوفوا النتائج. اذا هذوما نتائج الجوله 11، 2-1 على المغرب الفاسي.
اذا حنا كنحتلوا المركز الثالث ب 22 نقطه والمركز الاول الوداد والمركز الثاني المولودات وجده. اذا دابا غنمشيو عندنا الماتش الخوت في تشامبيونز ليغ مع الهلال السعودي. اذا قبل ذلك غنمشيو للمفاوضات فريق اخر هكا. اذا نشوفوا محمد الفقيه قبول الشروط الميزانيه غير كافيه نعاودوا اعاده التفاوض مع محمد الفقيه. اذا كل الرسوم على ما يرى مكافاه الفوز. اوكي اذا اوكي الخوت نستناو الرد محمد الفقيه واش يجي عندنا الرجاء. اذا هذو رفض الخوت بالمباركي وغوميز ايضا رفض الطلب. اذا دابا غنمشيو ديريكت للماتش ديالنا اللي كيجمعنا مع الهلال السعودي. اذا في الشامبيونز ليغ غنمشيو ديريكت للخطه. اذا عندنا الرحيمي في راس الحربه وكاين جايزه الخوت وكاين الحافيدي. غنحاول نخرج جايزه وغندخل ياجور في المكان ديالو اللي غيلعب هذا الماتش هذا مع الهلال السعودي. اذا ياجور هذا هو الخوت غندخلوه مكان جايزه. اذا غندخلو ديريكت دابا الماتش ديالنا اللي كيز مع الهلال السعودي في تشامبيونز ليغ. اذا الهلال السعودي ونادي الرجاء في تشامبيونز ليغ الخوت علما اننا حنا تاهلنا الخوت سلفا الا ان هذا الماتش هذا كيعتبر الخوت حسب التصدير ديال المجموعه ديالنا الا غلبنا هذه نتصدروا المجموعه. اذا كنطلق الكره لسند يلا يا سند هذا الشيبي يلا الشيبي يلا الشيبي كيحاول يمر هذا الرحيمي يلا الرحيمي يلا الرحيمي كيطلق الباس هي مؤيد لا في ضعت لك هذه الكره هذه كره للسعودي يلا الشيبي ضغط يلا كيقطع كره الشيبي يلا هذا كره لياجور يلا ياجور كيطلق باس للحفيدي يلا الحفيدي تالق الحارس ديال الهلال الخوت في الكره هذه هذا الرحيمي ضاعت هذه الكره الخوت كترجع للدفاع ديال الهلال السعودي هذه الكره للهلال السعودي يلا ضغط الشاكير زنيتي كتالق في هذه الكره هذه اذا ضاعت هذه الكره هذا يلا ضغط اي اي زنيتي كتالق في هذه الكره هذه يلا خرج كره يلا الحفيد يلا ضغط ميتولي ميتولي كيقطع باس يلا كيخرج لمؤيد اللافي مؤيد اللافي باس طويل لياجور يلا ياجور الانفراد ياجور الهدف الاول الخوت ياجور كيماركي الهدف الاول لنادي الرجاء. اذا 1-0 نادي الرجاء. ياجور الخوت بديل ناجح لجايزة في هجوم ديال الرجاء. اذا 1-0 نادي الرجاء. هذه كره لياجور يلا ياجور يلا ياجور ياجور كيحاول يمر كيرفع كره اي 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 الحفيد كيضيع هذه الكره هذه مع تألق الحارس الهلال. هذه كرة لمؤيد اللافي يلا مؤيد اللافي كيشوط يا يا ضاعت هذه الكرة هذه للحارس ديال الهلال. إذا نزلت النتيجة 1-0 صلى الماتش الخوت. إذا ربحنا ب 1-0 ثلاثة النقاط اللي غتكون جديدة ونتصدروا بأدنى شك المجموعة ديالنا. هذو هما النتائج. إذا الرجاء في الصدارة 11 نقطة المركز الثاني للهلال السعودي 10 نقط. دابا عندنا الماتش الخوت في الدوري المغربي الجولة 13 ما بين الرجاء والمغرب التطواني. اذا غنلعبوا في الارضيه ديالنا خصنا نحققوا ثلاثه نقاط باش نزيدوا نتصدروا في الدوري المغربي. اذا الرجاء والمغرب التطواني كتنطلق الكره نادي الرجاء يلا يا جور كيطلق لي سند سند للشيبي يلا يا الشيبي كيمشي بهذه الكره ديال الرحيمي يلا الرحيمي كيخرج باس لميتولي يلا ميتولي ميتولي كيخرج باس للصبار صبار لي يا جور يلا يا جور كيطلق باس للحفيدي يلا الحفيدي كيخرج كره يا جور اي يا ضاعت المحاوله الاولى نادي الرجاء هذا كره الحفيدي الحفيدي كيخرج لميتولي ضاعت هذه الكره هذه لميتولي هذه الكره لي يا جور يا جور كيطلق باس اي الحفيدي ضاعت عليك هذه الكره هذه إذا هذه الكرة المغرب التطواني يلا الدفاع يلا الدفاع خرج كرة زنيتي كيخرج كرة الخطبة المحاولة هذه يلا يا جور أي أي المتابعة من الرحيمي والهدف الأول الخط 1-0 في آخر عمر المباراة الخط كنتمكنوا من تسجيل الهدف الأول. إذا الرحيمي كيماركي الهدف الأول الخط إذا 1-0 هذه الكرة للرحيمي يلا يا الرحيمي يلا الرحيمي أي أي تألق الحارس ديال المغرب التطواني في هذه الكرة هذه إذا ضاعت الكرة لنادي الرجاء. إذا صلى الماتش الخوت غلبنا ب 1-0 ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي على المغرب التطواني. هادو من نتائج الجولة 13 من الدوري المغربي. إذا حنا كنحتلوا المركز الرابع ب 26 نقطة، المركز الأول نادي الوداد 32 نقطة، الفرق اللي 6 نقاط الخوت ما بين الرجاء والوداد، المركز الأول نادي الوداد. إذا دابا غنمشيو الخوت الماتش ديالنا اللي كيجمعنا مع يوسفية بن الرشيد في الجولة 14 في الدوري المغربي، غنلعبوا خارج الديار الخوت. خصنا نحققوا ثلاثة نقاط في هذا الماتش هذا. إذا يوسفية بن الرشيد ونادي الرجاء في الجولة 14 من الدوري المغربي، وهذا هو متولي قائد نادي الرجاء.
اذا كتنطلق الكره ليوسفيات بن رشيد. يلا ضغط يا جور، يلا ضغط يا جور من البدايه. هذه لازالت الكره ليوسفيات بن رشيد. يلا ضغط ضغط متولي كيقطع كره. يلا للحفيدي، الحفيدي الحفيدي كيمر بهذه الكره هذه. يلا الحفيدي كيطلق باس، ضاعت عليك يا الحفيدي الكره. هذا خطأ ليوسفيات بن رشيد. هذه صعيبه، هذه صعيبه. هيا يا تلقينا الهدف الاول الخط من خطأ مباشر ليوسفيات بن رشيد. اذا 1-0 ليوسفيات بن رشيد من خطأ ثابت. اذا 1-0 الخط متاخرين بهدف لصفر. شوف شوف الاعاده، شوف شوف. هيا صعيبه عليك يا زنيتي هذه الكره هذه. اذا ضاعت هذه كرة لرحيمي، رحيمي كتلق متولي. يلا متولي يا جور، يا جور كيحضر باس للحفيدي. يلا الحفيدي وتعادل الخوت. اذا 1-1 بين الرجاء ويوسفيات بن رشيد. الحفيدي كيعدل النتيجه وهذه فرحه غوارديولا بالهدف ديال التعادل، وهذه فرحه الحفيدي بالهدف التعادل على يوسفيات بن رشيد. اذا 1-1. هذه كرة لمؤيد اللافي، ضاعت عليك يا مؤيد اللافي. إذا ضاعت هذه الكرة هذه، هذه الكرة يوسفيات بن رشيد. يلا ضغط 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 مذكور مذكور. يلا قطع كرة، هي هي الانفراد لحسن الحظ الخط. خرجت هذه الكرة هذه من يوسفيات بن رشيد. هذا كرة الرحيمي، الرحيمي ضاعت يا الرحيمي، ضاعت يا الرحيمي. يلا ضغط يا جور. إذا 1-1 الخط، الحكم كيحتسب هذا الهدف هذا. إذا خطأ فادح للاعب ديال يوسفيات بن رشيد، كيعدل كيسجل الخوت الهدف الثاني لنادي الرجاء. اذا 2-1. شوف 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 هنا اللقطه الخوت ديال الهدف. اذا الحكم كيحتسب هدف. اذا نزلت النتيجه 2-1. يلا ضغط الحفيد، ضغط الحفيد، ما بقاش الوقت. يلا اذا صلى الماتش الخوت، وفوز اللي كان صعيب على يوسفيات بن رشيد خارج ديار الخوت. 3 نقاط لجديده نادي الرجاء على يوسفيات بن رشيد، وهذه الحسره ديال الهزيمه ليوسفيات بن رشيد. إذا هذو هما نتائج الجولة 14 الخوت كما كتشوفوا. هذا هو الترتيب الدوري المغربي. إذا الوداد في المركز الأول 35 نقطة، وجدة 30 نقطة، الرجاء 29 نقطة، وسبورتينغ المحاملية 28 نقطة، أولمبيك أسفي 26 نقطة. إذا دابا عندنا الخوت الجولة الأخيرة في تشامبيونز ليغ. إذا الجولة إذا الخوت نوقفوا الفيديو ديالنا هنايا. كنشكركم على المشاهدة ديالكم. إلى عندكم صفقات أخرين خليهم لهم في التعليق. فتحياتي لكم، تهلاو.